السلام عليكم. كيف حال استاذنا؟ انا استاذي بتكلم الان من بيت صغري بخصوص، طبعا احنا جالسين الان بخصوص تعرف توفت رحمه الله عليها والدته. يعني في بس بعض الاسئله ان شاء الله راح اسالك اياها الان. اي نعم، لو سمح بدقيقه واحده. استاذنا سامعني؟ ايوه استاذي، بخصوص هذا الموقف اللي هو طبعا يكون فيه الوفاة، في البعض يضع القرآن ليقرأ طبعا في المسجل، فما رأيكم في ذلك؟ قراءة القرآن والمناسبة من قارئ حي أو من مسجل ميت كلاهما لا يشرع في دين الإسلام، وعلى من أصيب بميت أولا أن يتلقى ذلك بالرضا والقبول وبالصبر الجميل، كما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ومن ذلك أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وكلما استحضر عظمة المصيبة كرر هذه العبارة الجميلة: إنا لله وإنا إليه راجعون. ويكثرون الدعاء للمتوفى من كل من يسمع بوفاته من قريب أو من بعيد، ولكن الابن والبنت للمتوفى لهما أن يقرأ من القرآن ما شاء عن روح المتوفى سواء كان أبا أو كان أما. أما الآخرين فلا يقرأون القرآن عن روح هذا المتوفى، وإنما لهم الدعاء: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هكذا ينبغي أن يكون موقف المصاب بمثل هذا المصاب، ونسأل الله للميت الرحمة، اللهم آمين، وللمصابين الصبر. هذا ما عندي. أستاذي نعم، بخصوص الطعام، الطعام يتقدم به أقارب الميت بالمصاب بالميت، أما المصابين فلا يجوز لهم في شرع الله أن يصنعوا طعاما، وحسبهم ما نزل فيهم من مصيبة، لقوله عليه السلام لبعض جيران وأقارب جعفر: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد شغلهم ما هم فيه. ففوق انشغالهم بمصيبتهم لا يجوز ان يشغلوا انفسهم بالضيافه واستقبال المعزين، لان هذا ليس عرسا انما هذا وفاه. فلا يجوز كل الطعام من المصابين، وانما من الجيران يصنعون الطعام للمصابين، هذا فقط.